كسبنا 3 نقاط. اليوم رانا المباراه العوده اللي كان ذكرت ديجا باللي راح تكون صعبه، وحنا اللي صعبناها على روحنا لاننا يعني بنتيجه ثقيله جدا، يعني 5-1 هذا الشيء اللي صعب الامور، خاصه ننتظر رده فعل اللاعبين وحتى يعني الطوغوليين راح تكون رده فعل قويه لان عندهم لامور بروف تاعهم، راح يعني غادتهم الخساره بنتيجه ثقيله. هذا الشيء اللي راح تكون صعبه بالنسبه لنا احنا، ما نظنش بلي راح نتراخاو يعني 5. نعرفوا بالمسؤوليه على بالنا بلي لازم نديروا نتيجه ايجابيه باش نتاهلوا 100% ونضمنوا يعني التاهل لكاس افريقيا 2025.